عيد مبروك نسل الكل. إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير. مرحبا بيك. اليوم انت بحذنا مش نحكيو على البوابة الوطنية للتلقيح. شنو البوابة الوطنية للتلقيح؟ في إطار رقمنة الخدمات الصحية، وزارة الصحة أطلقت نهار 11 جوان 2024 البوابة الوطنية للتلقيح إيفاكس. إيفاكس الاسم هوش جديد علينا، بنينا على النجاح اللي عرفته البوابة، ولهنا وقع تعميم البوابة هذه باش دخلت التلقيح الكل. وقت نحكيو على التلقيح الكل نبداو بالتلقيح المعروف برشا اللي هما التلقيح نتاع الصغيرات، التلقيح الروتيني اللي هما من الوقت اللي تولد صغير حتى اللي عمره 18 سنة هو صغير، ومن بعد في المدرسة وفي الليسي وفي الكوليج. من بعد فما التلقيح نتاع الاستثنائية، ساعات المرأة الحبلة، فما بعض المهنيين ولا الناس اللي قاعدة تقرأ في بعض الدراسات اللي هما لازم يعملوا التلقيح لتعزيز المناعة متاعهم. فما التلقيح ضد متاع السفر، وقت عاد مش يمشي يسافر في بعض البلايس يطلبوا تلقيح خاصة، ولا مشي العمرة ولا الحج ولا مسافر البلاد اللي عندهم بعض الأمراض. التلقيح ضد داء الكلب، والتلقيح الموسمية كما التلقيح ضد الجريب. البوابة هذه مش تسهل لنا كمواطنين، قبل ما نبداو نحكيو كمهنيين وكوزارة، كمواطنين باش نتبعوا التلقيح متاعنا كأشخاص، بزيد التلقيح عائلتنا، باش نجمو نخرجوا دفتر رقمي، ما عادش نحوسوا بقداش من ورقة ودفتر كارني، والكارني ولي قديم ويذيع ويتقطع وما نعرف شنو. توا عندنا دفتر رقمي نجمو نستخرجوه في أي لحظة ونحطوه على التليفون متاعنا، ناخذوا المواعيد، نتبعوا المواعيد متاعنا وناخذ معلومات صحيحه. لو تدخل في evax.ie تلقاو الاسئله المتداوله، وفما اسئله ساعات العبد يسالهم وما يلقاش المعلومه، كسوا على شنو قاعد يلقح صغيره وشنو هو الهدف من التلقيح هذا، ولا كيف فما اشكاليه باي اكزامبل صغيري ما لقحش في الوقت نتاعو هو، نجم نلقح له نعمل له غاتراباج ولا لا. معلومة تلقاها على السيت. في مرحلة أولى بدينا نعملوا التلقيح الروتيني تاع الصغيرات في مراكز الرعاية الصحة الأساسية تابعة وزارة الصحة ولي ماتيرنيتي. إن شاء الله في وقت لاحق دون كلكو سيمان باش يلتحقوا القطاع الخاص والتلقيح الأخرى. نحن مش ندخلوا معاكم لكل التفاصيل، مش هكيك المواطن التونسي يعرف علاش تعملت البوابة، كيف تعملت البوابة، الهدف من البوابة، لوين نحبوا نوصلوا اليوم، لأنه الصحة هي حق أولا، ثم صحة أغلى ما نملك، فالدولة من جهتها والمواطن من جهته كي تضافر الجهود مع بعضها النجم نخلقوا منظومة صحية فيما يتعلق بالتلقيح، لأنه المنظومة أكبر من هكا برشا، على الأقل تكون منظمة. أنتم قلت لي بديتوا نهار 11 جوان الانطلاق متاع الحملة الوطنية للتلقيح، لكن فما مراحل سبقت الانطلاقة الرسمية، المرحلة التجريبية الأولى من 17 أفريل، المرحلة التجريبية الثانية من 30 أفريل، والمرحلة الثالثة من 15 ماي. يعني المراحل هذية كيفاش تطورت بشوي بشوي، مش نوصل البوابة في صيغتها الحالية ومش تزيد تتطور من بعد نتصور. احنا الحقيقة من وقت الكوفيد، مع مفهوم الكوفيد، حبينا نستغلوا، رينا انه البلاتفورم نتاع ايفاكس عطاتنا حاجتين. اول حاجه انه زابيرمي احنا كوزاره انه تصير متابعه على ثقه، مش نجيني حتى لافورماسيون يبعثوها لي ايتترا قداش متلمدها وكل شيء. توا المتابعه تصير بطريقه مباشره انيه في اللحظه الفلانيه، نعرف قداش عندي عباد لقحت في انا بقعه. دونك من اكتوبر 2022 دخلنا التلقيح تاع الجريب في القطاع العمومي في القطاع الخاص. لهنا عمادة الصيادلة هي اللي كانت مكلفة مع سانديكام تاع لي زوفيسينو باش يعملوا متابعة في الصيدليات، وبيان سور مراكز الرعاية الصحية الأساسية. ما حتى كنشوف البلاغات نتاع وقت التلقيح في وقت الجريب نقولوا راه التسجيل على ايفاكس، وقينا قرابة 50,000 شخص وقع تسجيلهم تلقيحهم على الجريب على البورتال على البلاتفورم ايفاكس. من وقتها جاتنا الفكرة انه علاش المكسب هذايا وايفاكس معروف على شان ناسيونال انترناسيونال ما نستعملوهاش باش حاجة مهمة جدا اللي هي التلقيح الروتيني. بدينا بالتلقيح الروتيني كتفكير، ومن بعد قلنا لابيتي فيا اون مونجون، قلنا زيدو خلينا نزيدو شويه لونتيرابيك، نزيدو شويه هذايا ايتترا.
بدينا نخدموا مع ليكيب نتاع الوزاره، الادارات نتاع الوزاره الكل، نقول ادارات لهنا، اداره الرعايه الصحه الاساسيه دي اس اس بي، اداره الطب المدرسي والجامعي دي ام اس يو، معانا سيدا لاسيتو باستور، معانا سنتر دو فارماكو فيجيلانس، مركز اليقظه الصحيه الدوائيه، نفس الشيء معنا القطاع الخاص، معنا لا سوسيتي دي بيديات، حاولنا معنا فريق عمل كبير باش ياخذوا اراء الكل. وبيان سور هذا بتمويل من عند جي زد اللي نشكرهم على الفينانسمان اللي عطاهونا. ولهنا قلنا خرجت البرودوي، قلنا لازم نجربوه، نجربوه في الحقيقه في التيرا. دونك لو 17 افريل بدينا بثلاثة مراكز، مركز في تونس، مركز في اريان، ومركز في سوسه بوندون 15 جور. بدينا ابري لو 30 افريل عملنا مركز تلقيح في كل ولايه، وبعد لو 15 ماي بدينا قبل حتى قلنا على الاقل باش نشوفوا حتى اون تيرم دو مونتي دو شارج واستعمال نتاع البورتال، عملنا خمسه مراكز في كل ولايه. هذا ادانا ما غير لا كومونيكاسيون ولا حتى شيء. وحابين نشوفوا حتى بالنسبه للمهنيين الصحه فماش اشكاليات، اسكو مش صعيبه، وهنا عطانا برشا مقترحات كي احنا استعملناها باش حصلنا الفيرسيون اللي خرجت. ونفس الشيء الاولياء اللي هما يلقحوا. دونك في الفتره التجريبيه هذه عملنا 4000 صغير وقع تسجيلهم على البورتال، واكثر من 12000 عمليه تلقيح من نهار 11 جوان. صحيح ايامات ايامات العيد، وان شاء الله عيدنا مبروك لعباد الكل. المعدل في النهار قرابه 450 صغير يقع تسجيلهم، وقرابه 1700 عمليه تلقيح كل يوم. ان شاء الله العدد مش يمشي ويرتفع. احنا راهو عندنا 1900 مركز تلقيح اجمالي في القطاع العمومي يدخلوا تدريجيا، على خاطر مراكز يلقحوا كل يوم، فما مراكز يلقحوا مره في الجمعه. انت وين لو ريتم دو فاكسيناسيون حسب النسق نتاع التلقيح. التلقيح في تونس ماهوش جديد، نظام التلقيح او البرنامج الوطني للتلقيح من السبعينات لليوم. اليوم هل انه التونسي قبلها فكره انه عن طريق بوابه يدخل يسجل، هل هي سهله؟ جيت كما خذيتوا ملاحظات نتاع المهنيين في الصحه، جيت بعض الملاحظات من مستعملي البوابه؟ احنا الاولياء الحق مش فرحوا برا. اول حاجه يقول لك انا ما عادش عندي دفتر ننساه، يتقطع، يذيع، ما نلقاهاش اتسيتيرا. زيد على هذا يجيني اس ام اس قبل ثلاثة ايام باش يقول لي راهو موعد تلقيح صغيرك راهو نهار الفلاني. هذه عز حاجه يذكرني بالموعد، لانه النسوه توا ولات ولا يجيك قبل ثلاثة ايام. مالوش قبل ثلاثة ايام عملناه، باش كي عندك باش ياخذ كونجي باش تنظم روحك، ثلاثة ايام تاخذ روحك. كي لا قدر الله صغيرك عنده ما عنده شويه مرض، عنده غريب، عنده دياغي اتسيتيرا، ما لقحتش، نعاودو نذكروك بعد ثلاثة جمعات ونقول لك راهو موعدك راهو تعدى، هز صغيرك باش تلقح. في الحاله هذه ولدي عنده غريب ولا حاجه، نجم عن طريق البوابه ندخل ونغير الموعد ولا نعمل اشعار؟ حاليا في اللحظه هذه لا، لكن مش يكون الاوبسيون هذه مش تكون موجوده ان شاء الله في الفيرسيون بروشين. باهي، اللي يسمع فينا اكيد يسال كيفاش ندخل انا للبوابه هذه ونسجل فيها؟ هي التسجيل مش يصير مره برك. باهي. تدخل على evax.ae. خليني معاك مثال مش نتابعوا مع بعضنا، نكتبوا evax.ae. اوكي باش نلقى السيت في حله جديده. اي نحلوه، نلقاو ساعه اسباس سيتويا، نلقاو اللغه العربيه والفرنسيه. سنها قاعد يتحلي شرجي. مرحبا بكم في البوابه الوطنيه للتلقيح، هذه التوانسه الكل بالطبيعه في كامل ولايات الجمهوريه، نلقاو التسجيل نتاع المواطن والطفل. اكزاكتومون، كليكي على التسجيل نتاع المواطن والطفل، ندخلوا تسجيل المواطن والطفل اهو في المباشر. في المباشر قاعد بالطبيعه ياخذ وقته، ام بعد نلقاو المعطيات اللي مش نحطوها اللي هما رقم بطاقه التعريف الوطنيه. هذا وقت العبد هو باش يسجل روحه، خاطر احنا شو عملنا؟ العبد الكبير اللي عنده 18 سنه فما فوق عنده بطاقه تعريف، الصغير ما عندوش بطاقه تعريف. دونك كيفاش باش نعرفوها؟ لازمنا اون دوا لو راتاشي ا سي بارون، بيان سور ا ان دو سي بارون. لو قلنا للام للاب واحد فيهم اللي مهمش لهنا، كان الولي هو مسجل. مسجل انت حضرتك مسجله ولا اي شخص لهنا يسمع فيه مسجل، يدخل بالكود بتاعه الايفاكس القديم، يدخل عنده الكود، يدخل على ايفاكس القديم، وكان ما لقاش كود ايفاكس نتاعو القديم فما طريقه باش يلقى الكود نتاعو موجوده على الاسباس سيتويا، يدخل بالكود نتاعو ويعمل اضف طفلي باش يزيد ولده.
صغير باش يزيدوا. احنا صغير ما عندوش بطاقه تعريف، لكن في المضمون الولاده فما ويشون اوبليغاتوار اللي هما يعرفوا بالشخص اوبليغاتوارمون. شنو هما ويشون اوبليغاتوار؟ الاول هو الاسم، اسم الاب، اسم الجد، لقب الاب، اسم الام، جد الام، ولقب الام. معطيت كل على الرابع كيما في المضمون نتاع المضمون بالضبط. علاش هذايا؟ كيما راهو نفس الشيء نفس الطريقه اللي في التسجيل نتاع الصغار في المدرسه، تصير مره في المره برك في العمر. هذا كيف كيف تصير مره برك في العمر تعملها. قبل كلكل طون تالي وقت في قبل كان زومبل انت تكتب ايناس، فما عبيت تكتب ايناس بالياء طويله، فما عبيت بالصغيره. توا عطيه بالصحه وزاره التكنولوجيا ثاني خدموا خدمه كبيره باش هكا لي زيسباس وكي الشده وكل شيء تكتب اي طريقه الاسم يل ريكوني لي ديفيرونت مانيير ديكريغ. دونك العمليه تصير او موان دون مينوت، يجيك اس ام اس فيه الكود نتاع صغيرك، وكي عندك اكثر من صغير تزيدو في نفس الاسباس ويولي يخرجوا لك ان بوكس نتاع صغير رقم واحد، بوكس صغير رقم اثنين، بوكس صغير رقم ثلاثه، وحتى الدفاتر نتاعهم باش يكونوا مجمعين في نفس الاسباس. تكليك على الصغير نتاعك ويخرجوا لك التلقيح نتاع صغيرك، ويخرجوا لك خاطر الزائرات في المتابعه وقت هما صغار نتبعوا مش كان التلقيح، نتبعوا التلقيح ونتبعوا مؤشرات النمو نتاعهم. تقول مؤشرات النمو اللي هما الوزن اي لو بيريمتر كرانيا. هذا حسب التوصيات نتاع البرنامج الوطني للتلقيح وبرنامج رعايه الطفل. العمليه تصير طريقه سهله. احنا ندعيو لهنا باش الاولياء يسجلوا صغارهم حتى يربحهم وقت. العمليه بالحق دقيقه من بعد اي سهله، لانه ماهوش رزين البوابه مش رزينه، فيسع فيسع تتحل الباج وبالحق معناتها التسجيل. الاولياء كان عندكم ايفاكس ديريكتومون دخلوا كود نتاعكم وفو غاتاشي فوتر انفون، ومن بعد تعمل اضافه الولي الاخر. كانك انت تسجل تسجل روحك بطريقه سهله باش تدخل بطاقه التعريف نتاعك ودات دو نيسانس، وهذه البوابه موجوده متوفره مجانيه. مش تتحسن على خاطر خلينا دي رمارك باش نزيدوا دون كلكو سيمان القطاع الخاص، ولهنا قاعدين نخدموا في خدمه كبيره برشا مع عماده الاطباء والسانديكا باش تكون الشخص يحب يهز صغير يلقح له في الببليك ولا في البريفي هو حر، هو حر. ونفس العمليه تصير الفائده عنها المعلومه تكون مسجله باش خاطر هذا راهي اوبليغاتوار. دفتر التلقيح حاجه ماهيش اوبسيونيل، اللي اوبليغاتوار وقت تدخل بشقره صغيرك في المدرسه يطلبوا عليه جواز التلقيح، حتى كي مش تسافر لبرا يطلبوا لك ليست نتاع التلقيح. باهي نحن حكينا على الاطفال، لكن نلقاو على البوابه زيدا التسجيل نتاع الصيدليات، نلقاو لاغريب كاتبين مش تدخل حاجات اخرين من بعد المراه الحامل ان شاء الله في الاسابيع قاعدين نخدموا عليهم، لكن احنا حابين نخرجوا قبل العيد ونقدموا دون لي بروشين سيمين. يمشي يخرج التلقيح نتاع في القطاع الخاص كو سوا شي لو ميدسان جينيراليست ولا بيدياتر ولا عند الصيدليه ولا عند الجينيكولوج. بالنسبه للتلقيح اللي هما تلقيح الموسمي، التلقيح نتاع المراه الاستثنائيه كما المراه الحامل، وتلقيح ضد داء الكلب يقعد في الاخر بالكل. كان تلقيح ضد نتاع السفر اللي هو توا حاليا اللي جيري بار باستور، مش قاعد ديما جيري بار باستور، جوست وقت تلقح في باستور المعلومه تتعدى الايفاكس اي فيس فيرسا. هذا باش يكون انتر اوبيرابيليتي، باش يكون الشخص يدخل البورتال يحب باش يسافر يلقى المعلومه والتلقيح اللي يلزم يعملو، لا ويلقى التلقيح نتاعو الدفتر نتاعو اللي تيليشارج، يحب يمشي يتبع التلقيح نتاع صغيرات ويلقاها. حابين نكون في نفس الاسباس، عندنا الامكانيات الكل، نحاو من الاوراق، نقصوا من الاوراق ومن استعمال الاوراق، كل شيء موجود على البورتاي افيك ان كيور كود سيكوريزي. بيان سور اهم نقطه هي احترام سرية المعطيات الشخصية، هو هذه كونديسيون كبيرة برشا. احنا خدمنا مع الهيئة الوطنية للمحافظة على المعطيات الشخصية اليو ام بي دي بي، وعطاونا هما لي ريغل ا سويف، وهما سيرتيفي من عندهم هما كيف سيرتيفيكاسيون من عند توت لي اجونس ناسيونال نتاع سيكوريتي، باش تكون تصير العملية في تام احترام المعطيات الشخصية اون توت سيكوريتي. تسجيل الصيدليات نفهم من هوني اللي
يعني صيدليات هي حرة، فما شكون اللي يدخل يسجل وفما شكون لا. هي تسجيل صيدليات كانت موجودة من وقت الكوفيد خليناها، لكن توا كل صيدليات مسجلين في البورتال. آه بتبيعتهم معناها البورتاي هذي، البوابة هذي هي مش تخلق وزارة الصحة باز دو دوني تعرف من خلالها كل المواطنين وتلقيحهم والتبع، وربما تعطينا إحصائيات نتائج إذا فما تلقيح جديد يدخل، إذا فما تغييرات على بعض التلقيح، هل أنها لصالح المواطن في إطار الانتقال نحو الرقمي، بما أنه مش نعملوا الهوية الرقمية، تولي عنا زادة الدفتر الصحي الرقمي وكل شيء رقمنا تونس، فينا إطار تمشي، علاش نحن اليوم اخترنا البوابة وانا نعملوا بوابة؟ انا مش نشد كل واحد شو مش يربح، كل واحد شو مش يربح. ولا نبدا بالمواطن. المواطن يربح انه ما عادش عنده زوج صغار، ثلاثة صغار، دفتر صغير الاول، دفتر صغير الثاني، دفتر صغير الثالث، اهو نساه، اهو تقطع، اهو ما نعرف شنو. كل عام راه وقت يجيو صغار باش يمشيو للسيف ولا يقراو لبرا، يجيو للوزاره يقولوا راني انا ضيعت، عاود عملي من جديد، بربي نحب تخادكسيون اتسيتيرا. هذايا شو اللي وبودان كليك عنده المعلومات الكل باللغه العربيه، باللغه الفرنسيه، وان شاء الله بروشينمون باللغه الانجليزيه، والترجمه تكون على البوابه زاده، ما غير ما يجي يقول لك ترجم لي دفتر التلقيح نتاعي. ممتاز. امورك اون ليني وافيك ان كيور كود سيكوريزي. هذا بالنسبه لاولياء الشخص، نو سولمون تلقيح صغار باش يقام في ديسباس، تلقيحه هو كيف كيف. تعرف انت اكزومبل التلقيح نتاع السفر، العبد ينسى وقت يشلقح، ينسى اسكو يستحق ولا ما يستحقش. احنا حطينا المعلومه تستحق باش تعمل تلقيح، ما تلقاش تلقيح. دونك هذا كل شيء عندك من خلال يعطي المعلومه لل ما غير ما ننسى، يجيك اس ام اس يذكرك تذكير الحق يقال. عباد كل شكون يذكرها، شكون يذكرنا الحق يقال. هذا بالنسبه للمواطن. نمشيو للمهنيين الصحه. مهني الصحه عنده حاجتي، اول حاجه لو بورتال الزاميه نتاعو انه يعمل ريبورتينغ لارشيف نتاعو، قداش عمل التغطيه نتاع التلقيح، اي سورتو اللي عبد يتابع سيركونسكريبسيون نتاعو ما لقحش، لازم يتصل بيه باش يمشي ويقول له راهو يا شخص راهو صغيرك لازم تلقح له. دونك ساعات شي يعملوا فما اماكن يمشيو نهار يعرفوا بعضهم الناس، يقول في السوق بربي راهو ما تنساش التلقيح، توا يعرف انه بالاس ام اس مش يجي ومش يتبع. نفس الشيء يمكنوا ليلو هو وبودان كليك عنده بلوزيغ فاكسان، يدخل على الفاكسان يلقى باش غادي يكتب اللو وتكتب اللو، ريت انت ان لو سي ليدونتيفيان، مره نكتب انا الزيرو مره نكتب الاو، مش سهل برشا. لهنا لو لو الي اكري جوست تكليك على لو فاكسان تقول انا باش نلقح بي سي جي، تختار بي سي جي وتلقى قدامه اللو نتاعو سابخون لا كتبت لا حد شيء. هذه بالنسبه للمهني الصحه، دونك تسهل له الاجراءات. بالنسبه للوزاره اللي هي حسب القانون من مهامها متابعه وحمايه وعمل سياسات الصحه نتاع المواطن، من اهم الركائز نتاع سياسه تونس الوطنيه في تونس نتاع الصحه هو التلقيح. ولهنا لازمنا متابعه. فاش المتابعه؟ متابعه التغطيه، ما زاد متابعه وين اللي مش فما تغطيه وين فما اشكاليات. هيك على ساعات عملنا في وقت معين فما ذكروا هيك العام جات نتاع لاهوجول، عملنا ان ابل، فما ولايات عملوا التغطيه بالباء ولايات لا، كيفاش نجم نتبعهم؟ هذا صار بعد مخر شويه. اوغ لهنا انا عندي ان سويفي كوتيديان، يخرج لي اليرت البقعه هذه ما لقحتش، زعما علاش ما لقحتش؟ نكلم المسؤول المباشر، علاش ما لقحتش؟ نفس الشيء وخا نعمل دراج نتاع فاكسان جديد، سا برون كيلكو مينوت ندخلو ونعمل معلومات هذوما. هذا باش كل واحد فما مربوح نتاعو. الفايده لهنا انه صحه التوانسه تكون هي في محور اهتمام نتاعنا الناس الكل، من الوزاره من مهني ومواطنين، باش يكونوا مواطنين ريسبونسابل اي اكتور. وان شاء الله هذا البورتاي يكون معناتها حاجه في الرقمنه الكبيره نتاع المنظومه الصحيه اللي هي قاعده مشروع كبير. هذا كل ممتاز. اي ما فما سؤال يتبادر للذهن دكتوره ايناس، نحن للاسف عندنا مناطق بعيده على مراكز العمران، يعني عندنا المناطق الريفيه والمناطق المنسيه والمناطق اللي عندهم انترنت واللي عندهم درايه اصلا بكل هذه التكنولوجيات الحديثه، ش عملنا فيهم؟ شوف احنا التلقيح نعاود نقول يصير برينسيبالمون في المراكز الرعايه الصحيه الاساسيه. دونك المراكز هذوما اون ليزا ايكيبي
بالفام وحيد on les a équipés بالordinateur ou des box وحيد on les a équipés par tablette ou معهم data معناتها حاولنا وتوا ان شاء الله في الفيرسيون ما هيش tout de suite شرج une version offline معناتها حتى كان لا قدر الله ما عندكش انترنت تقص انترنت tu peux le faire هذا le premier point النقطه الثانيه صحيح فما ناس ما عندهاش با فورسيمون انترنت والتسجيل يمكن يصعبها لكن احنا اخذنا الفكره نتاع المدرسه في المدرسه كسوا في البيبليك ولا في البريفي اوبليغاتوارمون تسجل غيرك مره برك احنا مش تعمل مره برك الحكايه هذيا من بعد يعني من سؤالي نحب نفهم تفهمتوا مع مراكز الرعايه الصحيه تفهمتوا مع المدارس يعني المراه الريفيه اللي اليوم بعيده كل شيء تلقح صغيرها غاديك في المركز يسجلوا لها صغيرها ويلقح على روحه ويولي عندها التليفون مش سمارت فون راهو تليفون حتى العادي الصغرون هذاك يجي عليه اس ام اس انا نسال فقط على التسجيل على خاطر ما يعرفوش عبيد قلنا مش كل يعرف التسجيل هو يصير الاولياء يعملوه والا وكاو ما تنجمش تعملو تعملو في مركز الرعايه الصحه الاساسيه سابخون ميم با دقيقه ويتعمل بطريقه سهله والحاجه الاخرى اللي كلامك صحيح انه توصيل المعلومه هيك علاش احنا في التلقيح فما زوج مراحل تلقيح ما تلقيح في صغير اقل من المدرسه ومن بعد في المدرسه يصير باش يصير في اطار التلقيح المدرسي العادي اللي هو مش يكون كالعاده في المدارس لهنا مش نعطيهم دي تابلت فما مشروع اخر ان شاء الله مش يصير بين نحن مش نتبعوا معكم المشاريع الكل البوابة هذية هي رائدة وهي ممتازة وهي قاعدة تتطور زعما مش تقعد ديما بلاش مش تقعد ديما بلاش هذية خدمة مجانية على خاطر كتلقيح مجاني بالنسبة للتوانسة البورتاي هذية مش يكون مجاني مجاني ايش معناتها احنا انا بخيسيزي مجاني على خاطر ما وقت خرج سألنا كيستيون راه وسألنا سؤال هذية وقت خرج عندي سيرتيفيكا avec QR code pour le certifier il fallait faire de la matha بالفلوس اخي قلنا احنا مش معناتها ما نجمش نعطي بالفلوس دونك خلينا مجاني بيان سور مش تكون مجانيه متوفره باللغه العربيه والفرنسيه حاليا ان شاء الله بتات تجي لغه انجليزيه بالنسبه للبورتاي حاليا التلقيح حتى الصغار الكل احنا في تونس ما عندناش ديسكريميناسيون اي صغير موجود يلقح في القطاع العام ولا في القطاع الخاص بروشينمون ان شاء الله يشوفوا التطورات الجديده الكل وان شاء الله يكون الاقبال نتاع التسجيل او الصغار يربحنا برشا وقت خاطر انت في المركز الرعايه الصحه الاساسيه ساعات راك عندك برشا صغار مش ما تضيعوش الوقت نحاولوا اوتون كو فير سو بو قد ما نجموا ادخلوا على evax.tn سجلوا صغيراتكم سافو برون ميم با دقيقه واللي مش مسجل يسجل روحه هذايا باش يعاون الناس الكل ويعاوننا يعاونكم نتوجه للأولياء يعاونكم أنتم باش تبعوا تلقيح صغاركم باش يجيكم المعلومات متاع التلقيح وإن شاء الله ديما نشحي مع بعضنا الكل آخر سؤال ديما الأسئلة ما تفاجئ مواطنينا بالخارج ولا الناس اللي تكون تعيش برا وتروح لتونس لأنهم هما زادة توانسة وهما زادة داخلين في النظام تاع التلقيح والبرنامج الوطني للتلقيح ينجم يسافر على عام وبعد يرجع بولاده هذو ما يسجلوا هما زادة بيان سور ألوغ احنا شو عملنا؟ عملنا وقت تدخل أنت بمركز التلقيح كيف مركز التلقيح؟ القطاع العام ولا القطاع الخاص؟ أنت اليوم تلقحت صغيرك عمره نقولوا 12 شهر دونك فما تلقيح عملهم سابقا على نيسانس ان موا دو موا اتسيتيرا اتسيتيرا شنو نعملو احنا اول حاجه يعملك التلقيح نتاع اليوم اسمه فاكسيناسيون دو جور ومن بعد يعمل فاكسيناسيون باسي اش معناتها فاكسيناسيون باسي هيك اللي مسجل عندك في دفتر التلقيح نتاعك مهني الصحه مش يعاود ينحيه من دفتر التلقيح الاخضر هيك باش يعمل رقمنا نتاعو كسوا لقحت سابقا في تونس ولا لقحت خارج تونس الفايدة عندك معطيات معلومات اللي هيك علاش عطينا المهني الصحة باش يعمل العملية هذه ونشكرهم برشا على مشاركتهم وعلى قبولهم على العملية هذه حتى نجم يقول لك راهي هذه خدمة زايدة عليا لكن هما فرحانين على خاطر تسهل لهم حياتهم باش يتبعوا كل شيء كسوا على الاترونجي وعملنا احنا سنتر تختار تلقيح باسي في تونس والا على الاترونجي على الاترونجي دخل شنو هو الفاكسان
شنو هو لولو متاع الفاكسان؟ خاطر لولو هو اللي تبع، هو المعرف متاع التلقيح، لولو دي فاكسان يختار الدات وأوتوماتيكما تعمل اكتواليزاسيون متاع دفتر تلقيح متاع صغيرك، باش تلقى التلقيح متاع اليوم والتلقيح السابقة لكلهم، كسوا في تونس في المركز هذا ولا مركز آخر ولا في بلاد أخرى تلقاه. يعطيك الصحة، نشكرك برشا دكتورة إنيس العيادي، مكلفة بمتابعة ملف إيفاكس في ديوان وزير الصحة. شكرا على المعطيات هذه الكل، كل ما فما جديد أكيد نقدمه للمستمعين، أنتم اللي تسمعوا فينا، ما عليكم كان تكتبوا إيفاكس.تن، سهلة مهلة الحكاية، تلقوا المعطيات الكل، اتبعوا المعطيات، تسجلوا ويولي الجواز متاع التلقيح متاعكم مرقما، موجود كل شيء على الانترنت، يذكروكم يقولوا لكم ينصحوكم اذا فما اسئله تنجموا تطرحوها، وفما فريق كامل هو اللي يجاوبكم ويعطيكم المعلومه. مشكورين مره اخرى، ميرسي بوكو، ربي يفضلكم وان شاء الله اسبوع سعيد، ان شاء الله نهارك اسعد الايام في الامان وبسلامه. غنيه بصوت كاظم الساهر نسمعها الان، قولي احبك، برشا محبه نحن نسلموا على مستمعينا. بقوا معنا بعد مش نخرجوا للميدان، مش نمشيو لضياء الدين الكريفي نشوفوه هو وين، ونكملوا معكم ما تبقى من الوقت. في يوم سعيد، نهاركم زين وفلوا ياسمين.